بعد يوم من نشرها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ، وزير خارجية الأردن ينفي أن تكون الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة تمس بالسيادة الأردنية. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال إن الاتفاقية تتفق والقوانين المحلية والدولية ولا تخول للولايات المتحدة أو لقواتها القيام بأعمال قتالية داخل أراضي المملكة، وتقتصر على التدريب فقط على حد قوله. مدة الاتفاقية 15 عاماً تضمن للعسكريين الأمريكيين التنقل بحرية في الأردن، فما تفاصيل الاتفاقية الدفاعية بين واشنطن وعمان؟ تعطي الاتفاقية الدفاعية بين واشنطن وعمان الحق للقوات الأمريكية في الوجود على الأراضي الأردنية وحق التنقل والتدريب والتخزين والصيانة والدخول والخروج إلى مناطق متفق عليها واستخدام المرافق مجاناً. ومن الناحية الأمنية فإن على الأردن أن يتخذ الإجراءات المعقولة حسب ما يكون ضرورياً لضمان حماية وسلامة وأمن أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة وحماية وأمن ممتلكاتها. وبحسب الاتفاقية فإن للقادة العسكريين للولايات المتحدة حق متأصل في الدفاع عن النفس، ويجوز لهم الرد حسب الضرورة على أي تهديد أمني وشيك. الاتفاقية تسمح أيضا للقوات الأمريكية الدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها، ولن يطلب الأردن جوازات سفر أو تأشيرات للدخول إلى أراضيه. وحددت الاتفاقية المدة الزمنية لهذا ب15 عاماً وتستمر بعد المدة المبدئية ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين. حول الموضوع معنا من عمان عبر الأقمار الصناعية الدكتور حسن المومني، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية في كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية. أهلا بك معنا دكتور. اتفاقية الدفاع إذن المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في إعلان أو عند الإعلان عن هذه الاتفاقية كانت هناك أصوات تقول بأنها تمس سيادة الأردن، وزير الخارجية نفى ذلك، لكن ما أبعد هذا وبماذا تلزم هذه الاتفاقية الطرفين؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. لا شك هذه الاتفاقية من الأهمية بمكان، ويجب أن تؤخذ في سياق العلاقة الاستراتيجية التي تربط الأردن وأمريكا منذ 50 سنوات القرن الماضي في هذا الجانب. ومسألة الكل يعلم، يعني المعظم يعلم بأن العلاقة الاستراتيجية الأمريكية الأردنية هي في نهاية المطاف تصب في مصلحة الطرفين، تصب في مصلحة الأردن بهذا الجانب بهذا الاتجاه. طبعا هنا لدى البعض يعني أي سياق مع أمريكا هو مثير للجدل في هذا الجانب في هذا الاتجاه، لكن عند النظر إلى هذه الاتفاقية يجب النظر إليها في السياق الكلي، لا بسياق أن يتم النظر على جزئية من الاتفاقية ويتم تفسيرها في سياق وبالتالي من أجل طرح نظرة سلبية في هذا الأمر. هنالك اتفاقيات ما بين الأردن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك اتفاقيات أيضا أمنية وعسكرية بين الأردن وكثير من الدول والحلفاء، سواء كان في السياق الإقليمي أو السياق الدولي مع فرنسا مع ألمانيا مع بريطانيا. في السياق الإقليمي أيضا هنالك تعاون وعلاقة وشراكة استراتيجية مع مصر مع العربية السعودية، في هنالك مع العراق حقيقة أيضا في هذا الجانب. نعم. فلذلك طيب دكتور، يعني هذه أنا برأيي الشخصي من الأهم. نعم. طيب دكتور، لكن ربما الفائدة التي ستعود على الأردن من وراء هذه الاتفاقية فيما يخص الأمن، أيضا فيما يخص المساعدات، الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مساعدات عسكرية وأيضا مالية، فكيف يمكن أن يستفيد الأردن؟ لا شك هذه الاتفاقية لها نتائجها السياسية والاقتصادية والأمنية في هذا الجانب. أنا تحدثت العلاقة استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن، هنالك في مساعدات سنوية للأردن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 1.5 مليار مساعدات اقتصادية وعسكرية. أضف إلى ذلك عند الحديث عن مثل هذه الاتفاقيات والتفاعل حقيقة ما بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الأمريكية، هنا في مسألة اكتساب خبرة، الاستفادة من المعدات في كل هذه الجوانب، أن والكل يعلم أن واحد من الميزات التي يتمتع فيها الأردن هي مسألة الاحترافية في السياق العسكري وغيره في هذا الجانب، لأن أيضا الأردن يواجه أخطار مشتركة في المنطقة. الكل يعلم بأن المنطقة غير مستقرة، في هنالك الإرهاب، في هنالك الجماعات حقيقة الطائفية، في هنالك عدم الاستقرار في سوريا، الواقع في العراق ما زال يعني بهذا الجانب. فلذلك هذه الاتفاقيات في نهاية المطاف يفترض أنها تقوم على أساس المصالح المشتركة، وأعتقد أنه طيب.
المحلل دكتور. لكثير من هذه البنود يعني راعت في مسألة السيادة ومسألة المصالح المشتركة. طيب قلتم بأنه فيما يخص القضايا التي تمر بها المنطقة سيكون هناك تعامل على أساس المصالح المشتركة، يعني هل هناك انعكاس مباشر لهذه الاتفاقية على القضايا الإقليمية، وأيضا النهج الذي سيتم اتباعه دفاعيا وأمنيا مثلا، كيف يمكن أن يكون هذا النهج من قبل الأردن؟ هل هو نهج يتبع الولايات المتحدة يعني الأمريكية، نهج مشترك أم كيف؟ يعني هنا يجب أن لا يتم النظر على العلاقة الأردنية الأمريكية وكانها بدأت مع هذه المعاهدة، لا، قبل هذه المعاهدة كان في هنالك تنسيق عسكري وأمني واستراتيجي بهذا الجانب، والكل يعلم في مسألة مكافحة الإرهاب، الكل يعلم كيف الأردن تعاطى مع شركائه في الموضوع السوري وغيره في الموضوع العراقي في هذا الجانب. هذه المعاهدة تعزز حقيقة الدور الأردني، تعزز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر، فلذلك هذه المعاهدة يجب النظر إليها بغض النظر يعني في سياق تعزيزي. الآن مسألة الحكم على أي معاهدة في سياق مثالي، لا أعتقد أن هنالك معاهدة مثالية بالمعنى الحرفي وتصب فقط في مرحلة في 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 مصلحة طرف آخر دون الطرف بهذا الجانب بهذا الاتجاه. يعني ما قصدته، لكن أعتقد أن هنالك البعض. دكتور حسن، هل سيكون هناك تغير في سياسة الأردن إقليميا أو في القضايا التي تهم المنطقة؟ يعني الأردن سيدتي لاعب عقلاني، وأعتقد أن السياسة الخارجية الأردنية تتوافق مع المصالح الأردنية، تتوافق مع القواسم المشتركة مع الحلفاء في هذا الجانب. الآن التغيير بأي معنى؟ الأردن بعتقد أنه خلال 10 سنوات الماضية تعامل باحترافية بجهد متناسق، سواء كان على الصعيد الثنائي أو في سياق التعاون. الأردن مثلا شريك في التحالف ضد الإرهاب، الأردن من الدول الرئيسية التي ساعدت ووقفت مع العراق في هذا الأمر، الأردن مرتبط ومنوع في العلاقات حتى مع روسيا، في هنالك نوع من التنسيق والعلاقة العسكرية بهذا الجانب. فلذلك باعتقادي هنا كلاعب إقليمي عقلاني يسعى إلى تعزيز دوره، يسعى إلى تعزيز أمنه في نهاية المطاف، لأنه في نهاية المطاف الاستقرار في نهاية المطاف هو أولوية لكل دولة في هذا الجانب. والأردن كدولة إقليمية تعيش في بيئة خشنة ومحدودة الموارد، لابد أن تعوض ذلك في سياق علاقات استراتيجية داعمة. وبالمناسبة الارتباط الثنائي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن يعزز أيضا. الأردن مثلا شريك استراتيجي لحلف الناتو، اللي الولايات المتحدة الأمريكية هو اللاعب الرئيسي لحلف الناتو. الآن إذا بدي أتحدث عن أيضا الشراكة الاستراتيجية على المستوى الإقليمي ما بين الأردن والخليج والسعودية ومصر، هذه الدول أيضا كلها مرتبطة في سياق مع الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف من أجل أمنها ومن أجل عملية استقرار في المنطقة. نعم دكتور، يعني السلوك الأردني سوف يكون تبعا لتطور الأحداث في المنطقة. أشكرك جزيلا على المداخلة معنا الدكتور حسن المومني، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية في كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عمان.